بعد 3 أيام تزوجا في إشبيلية. سأل سيزار روث بأدب التزمه تجاهها منذ قبلت عرضه إن كان هناك من تود دعوته لحضور مراسم الزواج. فكرت في عمتها وفي زوجها وفي أنسون، ثم هزت رأسها بأسى. فدعوتهم ستثير تساؤلات عديدة وشكوك كثيرة تضاف إلى التي تتدافع أصلا في رأسها. فوجدت أن الأسهل عليها إبلاغهم بعد انتهاء الزواج. انتهاء؟ إنها تنظر إلى فكرة الزواج وكأنه زيارة إلى طبيب أسنان، ومن هو الملام؟ منذ أن وافقت على الزواج والجميع يعتبرونه ضرورة كريهة. لكن آجي استقبلت الخبر بفرح غامر وقالت لروث في ذلك الصباح بالذات: مسرورة لأنك ستتزوجين تيو سيزار. لو تزوج من دايا لكرهت ذلك، فهي لا تحبني. أما سائر أفراد العائلة فكانت وجوههم متجهمة وتعابيرهم حزينة. سعى لويجي إليها ليقول: ما كان عليه أن يجعلك هدفا لظنون دايا أصلا، فهو يعرف أنها تشعر تجاهه بالتملك وأنها تسعى إلى إزعاج أي امرأة تقترب منه. نظرت إلى سيزار تفكر فيما يفكر فيه حاليا. لقد تزوجا هذا الصباح وهي الآن الكونتيسا دوتري كاردوز. لمست الخاتم الذهبي الجديد في إصبعها وكأنها بذلك تريد أن تتأكد أن ما يحدث هو حقيقة وليس حلما. كان فطور الزفاف معدا في منزل العائلة في المدينة. شارك فيه 50 ضيفا غريبا كلهم من العائلة، وكلهم سيغضبون إن لم يتلقوا الدعوة. قالت روث عندما اعترضت: إنهم يعتبرون سيزار رأس العائلة، وإن لم يدعهم فسيخلق ذلك مشاكل فيما بعد. مر بحياته مآزق مؤلمة كافية. صمتت العمة وأحست روث أنها تفكر في الفتاة الأخرى التي كان سيتزوجها. الواقع أن ستيلا قامت بما في وسعها للترحيب بروث في العائلة، فلم يكن في تعابير وجهها ذلك التلميح للصدمة المؤنبة التي شاهدتها روث في عينيها في تلك اللحظات الرهيبة عندما لحقت بداية إلى غرفة البرج. هذا الصباح فقط، وفيما كانت روث ترتدي فستانها لمراسم الزفاف، دخلت إلى غرفتها. قدم لها عقد ضيق من اللآلئ عليك التحلي به، إذ وضعته كل عروس لتريكاردوز في عنقها. احتجت يائسة: ولكنني لا أكاد أكون العروس التي تتمنينها لابن أخيك. اليوم من بين سائر أيام حياتها اشتاقت إلى أن تكون عمتها معها. اشتاقت إلى الفستان الأبيض الذي لطالما حلمت به في سرها، بدلا من هذا الزي الحريري الفاخر الذي اشترته على عجل من إشبيلية. إنه جميل ولكنه لا يناسب عروس. صدمت العمة روث عندما قالت بهدوء: أنت تحبينه وهذا أكثر من كافي، فسيزار رغم كل شيء رجل يحتاج إلى حب زوجته. أعرف أنه يبدو قاسيا ومتعجرفا أحيانا، كان زوجي مثله تقريبا، إنها صفة من صفات تريكاردوز المميزة، ولكن سيزار عانى الكثير في حياته. كان فقده والديه ضربة رهيبة له، إذ وقع على كاهله مسؤولية الوصي والمربي للويجي، ثم المسكينة غريس. ما أكثر ما مضى من بؤس وألم. لقد أملت منذ زمن بعيد أن أراه متزوجا. أعرف أنك ستكونين له زوجة طيبة، أعرف ذلك لأنك تحبينه. لم تستطع روث كبح الكلمات المتألمة: لكنه لا يحبني. إنه يرغب فيك، ومن يعلم إلى أين ستقوده هذه الرغبة، ومن يعلم حقا. نظرت عبر المائدة الطويلة تصغي إلى الأصوات الإسبانية حولها. إنها الآن جزء من العائلة، جزء هام. لم يقررا الذهاب في شهر عسل، فقد أعلن سيزار أن هذا غير ضروري، وسيعودان إلى الهاسيندا على الأقل بضعة أسابيع حتى ينهي تصاميمه، ثم بعد ذلك يقسمان أوقاتهما بين منزل إشبيلية والهاسيندا. أعلنت بطرف عينيها إلى لويجي. كان سيزار غاضبا منه لأنه أعلن أنه لن يتزوج كلارا،
وكان قد صاح بسيزار وهما يتشاجران: ألا يكفي أن يتزوج أحدنا بغير حب؟ هرعت روث التي كانت واقفة خارج المكتبة إلى غرفتها وهناك أجهشت بالبكاء. أي نوع من الزواج ألزمت فيه نفسها؟ زواج فيه يجد زوجها متعته متجاهلا عقلها، أيمكنها أن تتحمل ذلك؟ بدا أن الفطور لن ينتهي أبدا، وأخذ رأسها يؤلمها. كان جسدها متشنجا كثيرا، وهذا ما جعلها تشفل من سيزار عندما وقف ليمسك مرفقها وهما يغادران المائدة. قال من بين أنفاسه: يا إلهي، لماذا تنكمشين مني وكأنك عذراء مذعورة؟ تاقت أن تصيح به: لأن هذا بالضبط ما أنا عليه. ولكن الكلمات أبت الخروج. لماذا بحق الله جعلته يظن العكس مدة طويلة؟ كان أمامها سفر طويل تستطيع خلاله التفكير في الأمر. لم يكن لديها وهم عن طبيعة زواجها، سيكون الزواج خاليا من العذرية، فسيزار يريد الأطفال وهي تريدهم أيضا. ولكنها حتى الآن لم تسمح لنفسها بالتفكير إلا في حبها له. أما الآن فهي مجبرة على الإذعان إلى فكرة سوء ظنه بها. كان هدير مكيف الهواء هو الصوت الوحيد الذي يزعج الصمت في السيارة. كان سيزار يقود المرسيدس بنفسه. حادت عيناه عن الطريق وتركزتا على وجهها الشاحب. أنت شاحبة، ألست على ما يرام؟ إنه أنا أشعر بصداع فقط. هذا تذرع تتذرعه امرأة متزوجة، لا عروس تزوجت للتو. أنت زوجتي يا روث، ولن أدعك تحتجين بهذا. هناك غير الصداع يزعجك، فما هو؟ هذه هي اللحظة المناسبة للبوح بالحقيقة. تنحنحت لي تبعد عنها ترددها، وكم تمنت لو يوقف السيارة ويأخذها بين ذراعيه، فعندئذ سيكون من السهل عليها إخطاره بأنه الرجل الأول في حياتها. توقفي عن التلاعب. يورديوس، يكاد صبري ينفذ. لا أستطيع إلا أن أشكر الله لأنني لن أضطر إلى إقناع عذراء. كنت أتوق إليك منذ قاطعتنا عمتي ودايا، وهذا ما أنوي التعويض عنه الليلة. صدمتها صرامته فقالت بجفاء: وهل هذا هو الثمن الذي علي أن أدفعه لأن أحمل اسمك الرفيع المقام؟ ثمن؟ ما هذا الهراء؟ فاقت رغبتك رغبتي، أليس هذا صحيحا؟ لكن كان دافع تلك الرغبة حبها له، والآن كيف لها أن تخبره الحقيقة؟ تمتمت بتوتر وهي تنظر إلى الخلف إلى الطريق المغبرة. نسبق الآخرين بمسافة. أجل، هذا صحيح. أمامنا 24 ساعة، فالليلة هي لنا وحدنا، وهذا ما اقترحته عمتي، فلم أستطع مجادلتها. أشارت أن أفراد العائلة سيستغربون عودتنا إلى الهاسيندا. وجدت نفسها تقول بمرارة: أنا واثقة أن دايا ستطلعهم على الحقيقة وستقول أنني أوقعتك في فخ الزواج كما ظننت أنت يوما أنني أحاول إيقاع لويجي. أكد لها سيزار ببرود: لن تقول دايا شيئا، ما لي أراك هستيرية التصرف، لا أفهم السبب أبدا. ثارت روث في أعماقها: لن تفهم السبب لأنك أعمى وعديم الإحساس، ولولا عماك لعرفت أنني لست. انعطفت السيارة إلى الطريق الداخلية المفضية إلى المنزل. كان الغروب قد تسلل وهما في الطريق، وكان هواء المساء مشبعا بعطر الزهور. كان المنزل فارغا ومخيفا تقريبا. أحست بعينيه على ظهرها وهي تتجه إلى البرج، ولكنها ما لبثت أن تسمرت في مكانها عندما سمعته يهزأ بها: أنت ذاهبة إلى الاتجاه الخاطئ، من الآن وصاعدا ستشاركينني جناحي. جناحه، فراشه. سمحت له روث التي تكاد تختنق من الخوف أن يقتادها إلى درج آخر. كان هذا جزء من المنزل لم يسبق أن رأته من قبل، فيه غرفة جلوس كبيرة بسيطة الأثاث تطل على فناء مظلم. كانت المصابيح ترمي ظلالا خافتة على الغرفة المزدانة بألوان تتراوح بين البني والعجمي.
أما الآن فالأثاث حديث ولكن طابعه رجولي. ثمة مجموعة إيطالية متكاملة موضوعة على جدار وأريكتان مغطتان بمخمل بني موضوعتان قبالة بعضهما البعض على جانبي سجادة بيضاء فاخرة. غرفة النوم هناك. نظرت إليه روث بعدم تصديق عندما تحدث عن رغبته، لم يقصد إرضاء هذه الرغبة الآن. نظرت إلى الباب مخدرة الحس، لا تكاد الساعة تبلغ السابعة، الوقت مبكر جدا. وثبت مئة فكرة وفكرة إلى عقلها، أملت أن تجد طريقة لتخبره بالحقيقة، أملت في المساء أن يلين ولو قليلا. قالت كاذبة، أنا جائعة، أنا وأنا كذلك، أظنني حذرتك من التلاعب بي، ماذا تحاولين أن تفعلي بي؟ أن تدفعينني إلى التحرش بك؟ هل تثيرك هذه الفكرة؟ لا، أنا أرادت أن تقول له أنا غير مستعدة، ولكن كيف لها قول ذلك؟ أخيرا تمكنت من القول بوقار، كان يوما مرهقا وأريد الاستحمام وتغيير ملابسي. رد بعذوبة، لن أعارض بالتأكيد، الحمام هناك. أشار إلى باب في غرفة النوم. عندما أدارت عنقها لتراه أحست بقربه منها، بالرجولة التي تفيض منه وبردة فعلها المرتجفة نحوه. قال ساخرا، هلا عذرتني لحظات، لدي عمل أقوم به. إنه على الأقل يعرض عليها بغيابه فترة راحة قصيرة كانت أكثر من شاكرة له عندما رأته يغلق باب غرفة الجلوس خلفه. ربما أدرك أنها تفضل أن تستعد بعيدا عن ناظريه. كانت غرفة النوم غرفة طابعها رجولي كغرفة الجلوس. عندما أضاءت النور سرعان ما غمر الغرفة نور ناعم. ماذا عن ثيابها؟ لا يمكنها ارتداء البدلة الحريرية نفسها. اتجهت ثانية إلى باب غرفة الجلوس وما كادت تدخلها حتى برز سيزار من لا مكان يسأل ساخرا، أتقصدين مكانا ما؟ ثيابي، أنا ستجدينها في أحد الخزائن، لا شك أن الخادمات اهتممن بها نهارا. لما أنت متوترة؟ ليست المرة الأولى تواجهين فيها مثل هذا الموقف. ردت بحدة، إنها المرة الأولى التي أتزوج بها. سرعان ما تمنت لو أنها لم تكن عدائية إذ رأت عينيه تسوداني. لقد ترك لنا بيدرو بعض العصير البارد، سأذهب لأحضره، لقد تركه ظنا من أنه سيهدئ من اضطرابك العذري. أخيرا خرج. فتشت روث عن ثيابها فوجدت ثيابا داخلية نظيفة وثوبا نظيفا. من حسن الحظ أن بعض الثياب التي طلبتها وصلت، مع أن ليس من بينها ما يناسب عروس. كان الحمام فخما يطغى عليه اللون الأحمر واللون العاجي، فيه مغطس كبير. بعدما ألقت نظرة واحدة تمنت لو كان لباب الحمام مفتاح، لكنها سرعان ما وبخت نفسها على مخاوفها السخيفة. إنها تتصرف كبطلة قصة في العصر الفيكتوري، بطلة يكاد يغمى عليها وهي تواجه مغتصبها. ذكرت نفسها أنها تحب سيزار ولكنه لا يحبها، بل لا يعرف أنه الرجل الأول في حياتها. لسعت المياه الباردة بشرتها الحارة. كان شخص ما قد وضع أغراضها مع أغراض سيزار. استخدمت صابونها الخاص لتنظف جسدها فأنعشها عطره، ولكنها ذكرت نفسها بأن عليها عدم إطالة المكوث في الحمام. وكانت على وشك إدارة صنبور المياه لتغسل الصابون عندما تمتم صوت عميق بإثارة، لقد نسيت جزءا صغيرا. سيزار! لم تسمعه يدخل إلى الحمام. ارتدت بسرعة تمد يدها إلى المنشفة. هي له من احتشام. ردت بصوت غريب، سيزار أرجوك. أحست بحرارة غريبة عميقة وشعرت برأسها خفيفا بشكل غريب. قال لها، لا تترجيني، أنت امرأة مرغوبة، يعجبني عطرك. اختنق احتجاجها وهو يرفعها من تحت الدوش غير مبال بالبلل الذي ينتقل إلى ثيابه. حملها إلى غرفة النوم وهناك وضعها في السرير، ثم راح يتمتم بسعادة. جميلة،
ناعمة وبيضاء. بيضاء، قالت بغضب. أنا امرأة، لست دمية. الليلة أنت زوجتي، في الصباح لن تتذكري سواي أنا وحدي. تذكرت روث الدم العربي في عروقه، تذكرت ما ورثه من ذلك الدم فذعرت، ارتجفت فعبس. ديوس، كم أريدك. بدأ التوتر يلفها واجتاحها الضعف، أما أصابعه فقبضت على خصرها، سرعان ما نسيت كل خوفها. سار في كيانها شوق وإذعان طرد عنها الخوف، تحرك مبتعدا عنها فجأة فعادت مخاوفها. رأت الألم والغضب في عينيه، غضب كان عليها أن تبعده عنها بإغماض عينيها. تسارعت دموع الضعف إليها. قال وهو يقف إلى جانب السرير: عذراء، لماذا لم تخبريني؟ تمتمت: وكيف كان لي ذلك وأنت ما فتئت تخبرني بأنك مسرور لأنني امرأة ذات تجربة؟ على أي حال لا أرى ما يدعوك للتذمر. لا يحصل الرجل دائما على عروس عذراء، مع أن الأمر بالنسبة لجريس. اشتد ضغط فكيه غضبا وتوترت كل عضلات وجهه، وعرفت أنها لو لم تكن أنثى لضربها. يجب أن تكون راضيا، أليس هذا ما يتوقعه رجال أسرة تريكاردوز؟ البراءة والطهارة. كان عليك أن تخبريني. لم تكن الدموع بعيدة عن عينيها، لقد سار كل شيء على نحو خاطئ. لقد أملت أن يلين قلبه عندما يكتشف طهارتها وعفتها، ولكن لماذا؟ أتشكل عذريتي أي فارق في المعاملة؟ كان اتهاما طفوليا وعواطفها كانت مصدومة أكثر من جسدها، لكن وجهه تجهم. لا أريد تضحية في فراشي، صاحت به. هناك دائما دايا، أليس كذلك؟ إنها لا تنكمش منك كما أنكمش أنا، ولن تتحمل الصدمة من متطلباتك. ضحك بلا رحمة: متطلباتي؟ كما تسمينها، ليست أكثر من متطلبات أي رجل. كانت غلطتي أنني أملت أن أشاركك إياها، لكن الواضح أنك تفضلين البقاء مفرطة في الاحتشام. حسنا، فليكن لك ذلك.